السلام عليكم. اليوم خدنا واحد المغامرة، جينا لهاد البحر يعني اللي بعيد على المدينة ديالنا كما كتشوفوا، وجينا سبحان الله حسينا بأنه غادي يكون القرار ديال عدم التنقل بين المدن اللي غيطبق نهار الاثنين، واليوم السبت جينا نخيمو هنايا. فين رجعتوا لهنا؟ ياك علاش ما بغاش تم الماء؟ ثم الخوت هي الخيمة اللي يكون فيها الماء بيت الله مبارك، جبناها قد قد نهار الاثنين غادي يمنعوا السفر بين المدن، لنا هاد السبت والحداد اليومين استغلينا هاد الفرصة نخيموا هنا. هاد البحر زوين انتم كما كتشوفوا، هاد المغامره زوينه. الله يجيب شي اخوات الكره، الله يحضر شي اخوات ومعكم، الله يهديكم علينا يا الاخوات. معنا واحد المجنون ها هو كتشوفوه، قال لك باغي ما عرفت مالو باغي الاخوات. معكم الاخ عبد الجليل يقول لنا واحد الكلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، عندنا اليوم في هذه الجلسه المباركه في هذه العطله ديال الويكاند. مرحبا بكم، انتم كما كتشوفوا ها انتم شوفوا راه وريهم البحر كي داير. ها انتم البحر البصله كنوجدوا للقطيبات الشوا، وغادي نوفيكم ان شاء الله بالليل تقريبا واحد الجلسه ممتعه ان شاء الله. على بعد واحد نصف ساعه ان شاء الله غتشوفوا لنا الاكله ان شاء الله اللي غنبداو بها ان شاء الله، اكل الشاي اللي غادي يفتفسوا هاد الصواحق هادو. ها هما راه كيقدوا الخيمه هنا وتجمعوا الصواحق هنايا. ايوا هذا ما كان هاد الخيمه تقريبا غيكون التعبئه ديالها فوق ما يعادل خمسه ديال الاشخاص. خمس اشخاص كاينين هنايا، خمس اشخاص كل انتم كل واحد شد قنت. هذا الفراش الزرق واحد، تما الوسط جوج، ثلاثة أربعة، وانتوما المكان ديال الزاعم ها هو كما كتشوفوا، ديال الراقي اللي غادي يطرد الشياطين عند هذا المكان بإذن الله. كل البالون ها الكرة الجليل. ان شاء الله بعد قليل سنعود بعد قليل سبيس تو فاصل ونواصل ان شاء الله. يلا تنرجعوا لكم معكم الشويك في طريقها الى معكم الطباخ مين الجليل يحضر الوجبه. الشاف يحضر الوجبه الاساسيه. شاف عبد الجليل الشوايه راه فانتم الشوايه، وانتم بقات يومين وغيسدوا علينا المدن وما بقى ما لقاو فين نجيو كاع. فزنا بهاد التخييم الحمد لله، طلب من الله تدوز على خير وبخير. عندنا هنا الكوتليت، ها هو الكوتليت الله يبارك شتيه. من بعد عاد كاين القطبان بالدكاليه الزنان او بالزعريه الزنان. وهذه رسالة كنا بسلوها شي جبناء في مدينة التمارة، هانتوما شوفوا الأخ. الشواية هاهي، راه بعث لهم شي رسالة. تكلم الأخ تكلم. المهم اللي بغيت نقول لكم أنا مسميه، إذا قلت لكم كورونا بقاو في ديوركم بقاو في ديوركم. إحنا في زمان كورونا ومع الحجر الصحي وما مصوفين، وما كايناش كورونا. فين هي كورونا؟ فين هي؟ شفتوها؟ هذا بغى يبات، بغى يمشي يبات مع امي نعيمة. سيحذف من المقطع. غادي يمشي يبات مع امي نعيمة.
عم امي نايمه اش كتقول في السجن زعما كي عم عمك عليا انا عشاق امي في السجن في السجن اخو ماشي سيطر زعما امشي زور ما كيرتبش نقطة انتوما الخوت كما كتشوفوا حنا راه دايرين التباعد انتوما كل واحد داير التباعد ديالو الاحتياط ديالو الحمد لله الكمامات راه كاينين مهم وسائل النظافة والوقاية موجودة الحمد لله كما كتشوفوا تباعد والخيمة الخيمة راه مفوة الحمد لله ونصيحة اللي كنوجهوا لكم ابقوا في ديوركم ما تخرجوش اللقاح ديال الكورونا هو هذا اللقاح ديال الكورونا هذا اللقاح ديال الكورونا هو اللقاح المغربي اللقاح المغربي هو هذا يعني هذا اللقاح كيتكون هنا من جوج ديال التوابل اللقاح كيتكون من جوج ديال التوابل هذه التخليطه البلديه فيها العطريه هي شتيها هذا هو اللقاح الاول هذا اللقاح ما طاحوش ما طايحينش عليه هذا ما طاحش عليه الامريكان الامريكان ما طاح واللقاح الثاني هو هذا الملحه الملحه ديال الملحه الحيه الملحه ديال البحريه هذه هذا هو اللقاح اللقاح سيدي غيبتدا من هنا اللقاح غيبتدا من هنا هذا هو المختبر ديالنا هو هذا ها المختبر غنحلوه هو هذا عزيزي ها المختبر اللقاح هو هذا ها المعقول ها هنا دابا هما دابا كيشدوا ها البرا كيدق العباد الله شو قداش هايا اللقاح سيدي غيبدا من هنا شتي اللقاح ها هو هنا دابا غندخلوا للمختبر صافي كيدخل ملي غيدخل للمختبر ويخرج غادي ندير غادي كل واحد غيشد الابرا غيدق على راسو صافي كيختفي كيختفي الفيروس مباشرة ها الكورونا مع 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 الفاخر انا هذا عا كتجربة عاد غنكملوا لكم ان شاء الله ها بغيت نقول لكم ابقوا عليكم بقاو في ديوركم ها انتم سيدي ها صبروا معنا واحد خمسة دقائق ولا ما واصلاش يعني انا نوريكم معك كبدايه داك الشيء خليه يتخمر شويه داك الشيء لا حنا غنوريو على الساده المشاهدين الكرام واحد وخليه غنعمروا على واحد باش نوري يعني صافي دابا هذا هذه هي البره هذه البره سيدي ملي كتشد كتحط هنا هاكاك كنشعلوا عليها من التحت النار النوويه او النار الفحم الفحم من بعد هاد البره كتكمش كتولي كيولي في واحد اللون اللي هو اسود ومن بعد كل واحد كيشد ليبره وكيدق راسه كيفاش الدكان ديالها كيجبد وحده منا كيخشيها فمو كتهبط له هنايا صافي كتسرح بيا صافي الرياح كتسرح مساعدة الطبيب نعم سيدي باش كياكل وحده كتلاقى مع كورونا السيد اللي كانت فيه كورونا داخل كياكل هذه الوحده منايا صافي الحمد لله الله عز وجل كيجيب الشفاء يلا سيدي حياكم الله كان معكم الدكتور بوزنانة دكتور بوزنانة معكم دكتور بوزنانة عقلوا عليه عقلوا عليه هو هذا الطبيب الله يبارك الدكتور بوزنانة هذا التجربة ديالي ان شاء الله وتعالى الطب هذا اختبرته من عند الناس ما اللي كيعرفوا لي حياكم الله السلام عليكم سنعود بعد قليل وبركاته سنعود بعد قليل هانتوما رجعنا لكم دابا الاجواء ديال بعد العصر غادي نضربوها بواحد العومه ان شاء الله نضربو شويه نتشلقو شي شويه الجو راه تبرد دابا نيت البحر دابا البحر تيعمر دابا غادي يدير لنا وحده زيد ايوا
واش هذا الأرض؟ هانتوما خوتي عومة رائعة جدا، دابا راه قرب المغرب، هانتوما كيما كتشوفو الدنيا هنا زوينة، وراه درت وضعت ليكم واحد الفيديو إن شاء الله راه كنت تحدثت فيه على هذا المكان فين جا اللي بغا يجي ليه إن شاء الله، إن شاء الله راه غنعاودو نرجعو لكم بالليل إن شاء الله من الصبوح طاجين إن شاء الله، وغيكون ديك الساعة التفاصيل. هما الشباب اللي عوموا هما كيما كتشوفوا اجواء جميله. لا عجبكم الفيديو وعجبتكم هاد المناظر ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس باش يجيكم كل جديد. الاخ هشام يحييكم. السلام عليكم. اللي بغى يجي تبحر هنا الاجواء رائعه. ندعي اي واحد بغى يجي هنا مرحبا به، راه داكشي زوين. ونتمنى نزورو هذا المكان، هذا راه مكان جميل جدا مكندموش. الحمد لله فزنا بهذه التقييمه حيت غادي يسدو الحدود بين المدن. عندنا هاد السبت والحد راه بيتين هنا ان شاء الله، نهار الاثنين غيبدا التطبيق، ونسال الله السلامه ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء. الاخ ابراهيم كي جاك؟ السلام عليكم ورحمه الله. كننصح اي واحد كيشوف هذا الفيديو يدير لايك ويبارطاجي الفيديو ويشترك في القناة. الأخ أبو الطهارة كيقدم لكم أي حاجة فيها فائدة. بالنسبة لعبد القهار اللي جينا ليه الحمد لله ما فيه لا تبرج لا فسوق لا فجور، والحمد لله الأجواء بخير وعلى خير كما كتشوفوا راه الفيديو راه عندكم. وبالنسبة للناس اللي باغيين يجيو لهذا البحر هذا راه الحمد لله الناس ممتازين فيه بزاف، العائلات كذلك، كل واحد الساحة اللي عجباته كيتمتع بالمنظر ديال البحر والأجواء. السلام عليكم. والآن غندوزو للأخ عبد الجليل، قلنا الكلمة كي جاتك أخي هذا المكان وغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحسدوناش على السحير هذاك والله ما وراه من عنا راه يومين غي من عنا يومين وغيسدو الطريق.
يقولوا هذا التخصص بقى يومين او ست. قولوا الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله. اليوم ان شاء الله والصباح باذن الله تعالى بعد الغداء في بحيرة الوداع الى العام المقبل ان شاء الله. تحية طيبة. ان شاء الله كما كتشوفوا تعجبوا الفيديو اضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم الجديد. والقناة ديالنا ديما كما كتشوفوا هي متخصصة يعني في فلوغات في الرحلات وكذلك في العالم ديال الدواجن. عالم الدواجن تما كنعطيو معلومات كنفيدوا فيه في هذه الهواية هذه. يلا تنرجعوا لكم ان شاء الله الجلسة الليلية اللي غادي نديرو ان شاء الله في الخيمة ديالنا اللي صايبنا. تحيات. منظر الغروب سبحان الله العظيم. منظر جميل. سبحان الله لقينا واحد الطير ديال النورس بان ليا كيموت راه باقى فيه الروح ما عرفتش مالو مسكين ما عرفتش مالو. الله المستعان. كاين قاب سبحان الله ما عندوش القوة كاع. لقيناه طايح ما عرفناش مالو واش مضروب واش وما وحدانا نحاول نشوف معاه. المهم راه حاولنا اننا نعطيوه البصله ولكن ما بغاش ياكلها. راه دابا درنا ليه واحد البلاصه واحد المكان كان سخون درنا فيه درنا عليه شويه طمام. المهم نشوفو في الصباح واش غادي يصبح مزيان ولا لا. المهم خليه حدانا دابا هنايا. المهم تنشوفو حتى الصباح نشوفو واش غادي يعيش ولا وعرفتي شنو هو استحلاه؟ عمري عمري مسكين عمري من الاخر ماشي معاه. قلنا غاديك تصهدين الا وقدوا شويه وتلقاو ديك الساعه شوف شنو غايدير. حيت حتى رجليه ما قادش يوقف بيهم فهمتي كيف؟ عنده شي كلاكاج. فاشل المسكين. السلام عليكم خوت. البارح ما لقيناش فرصه بالليل باش نصور لكم الطاجين. كانوا الاخوه مشغولين ما كاين نهار. الله يعطيك الصحه. وهذا الطاجين هذا اليوم الثاني او كيطيب اللهم بارك. ومعكم الاخ عبد الجليل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أدير لنا واحد الكلمة. مرحبا سيدي تفضل. مرحبا بسم الله. البارح بالليل ما صورنا والو عاصح. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. هذه جلسة الحمد لله جلسة أخوية، الحمد لله فيها الأخ أبو الحق بما يسمى عثمان، معنا الأخ هشام بما يسمى هشام بديسير، معنا الأخ إبراهيم الله يبارك ما شاء الله، إبراهيم الزاعي إبراهيم مسير هذه الخرجة، والحمد لله هذه خرجة كانت هائلة ممتازة. ونسيتي الأخ أسامة القندري، طلبوا الله يهديه، دعوا معنا دعوا معنا الله يهديه. آمين. الله يهديه هذا مكان الأحباب والله العظيم إلى خرجة هائلة ممتازة الحمد لله. الإخوة كلهم كانوا في المستوى الحمد لله، يعني كل واحد أدى المهام دياله ما شاء الله الله يبارك، يعني الحمد لله من اجتماعات ومن طياب ديال الأكل ومن جميع أنواع الاهتمامات اللي اهتمت بهذه الخرجة هذه، ولله الحمد منهم الله عز وجل اللي وفقنا جميعا. دير إشارة للجلالة اللي جاوا والحمد لله كان شوية ديال الانعكاسات البارح، كان واحد شوية ديال المشاكل كراهات. واحد المشاكل طفيفة طفيفة طفيفة، الحمد لله جانا هنا جانا جاونا رجال الأمن ومن حقهم يجيو رجال الدارك يعني هم رجال الدارك، كنقولوا حنا بالدرجة ديال الجوندار جاونا بالليل بالليل جاو بالليل تقريبا ما يعادل وحدة 12 لوحدة 12 ونص لوحدة. المهم الحمد لله لقينا معهم شويه ديال الصعوبات، كاين الاخ هشام الله يجزيه بخير تكلم معهم الحمد لله، يعني وصل لهم كانوا بغاونا نمشيو ما نباتوش قال لك اسيدي ما تباتوش ممنوع ممنوع، قال لك كورونا وكدا وكلشي مزيف. الاخ هشام وضح لهم الماموريه وكيما بعدا تفهموا الامر وخلاونا الله عز وجل. طلبوا منا ليكارت البطاقات الوطنيه طلبوا منا البطاقات الوطنيه، كل واحد فينا خذوا البطاقه الوطنيه وأدوا المهام ديالهم جزاهم الله خير، وعاملونا يعني بحسن الخلق كذا، كنحييهم من هذا المنبر. نعم وحييهم من هذا المنبر الصراحة، احترمونا وكلشي، وعطونا رقم التليفون قال لكم إلى أن اتصل بكم شي واحد، يا شي واحد جهدتكم حنا مرحبا. لهذا كنطلبوا من الإخوة إلى المرة اللي بغا يخرجوا خصو ضروري على الأقل بعدا يعني يعلموا السلطات، خصوصا إلا خرجوا بحال هذه المناطق تيكون البحر يعني سوفاز، هاد المناطق هذا خصو ضروري يدير الاحترازات ديالو تكون معاه لاكارت ناسيونال. نعم. لان هاد الاماكن تي بعض المرات تيكون ممنوع فيها التخييم، كتكون مشاكل كتكون يعني يدير الاحتياط ديالو، كتكون مشاكل خايبه بالنسبه خصوصا للبحر. علاش خصوصا هاد المنطقه علاش بغاو يمنعونا اننا نباتو؟ لان هاد البلاصه هنا في هاد البحر كيجيو المهاجرين السريين وكيحرقوا من هنا، هذا هو يعني الحجه ديالهم اللي قالوا لنا بان كيجيو هنا كيباتوا هنا الحراقه، ولكن من شافونا وكذا عفونا صافي خلاونا الحمد لله مسالمين. ماشي شي الناس اللي هما دايرين الفوضى هنا، ماشي الناس اللي هما سكيرين وماشي الناس اللي هما فاسقين الحمد لله حنا لقاونا هانين واكلين شاربين ناعسين مرتاحين، تعاملوا معنا جزاهم الله خير. وحاجه اخرى ان الحمد لله الاخوان راه كلهم ساهموا ما عليهم، اللي هو قاد الخيمه السي ابراهيم ما شاء الله ابراهيم الزاعم، الاخ هشام يعني تكلم بالمأموريات يعني، والاخ كمال ابو طلحه سميتو عثمان ابو طلحه الاخ ابو طلحه ما شاء الله بين ثعبان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا رشدنا وان يوفقنا الى ما فيه الخير والصلاح. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلمه للاخ عثمان، تفضل سيد عثمان. السلام عليكم، وان شاء الله عز وجل كما شفتوا ان شاء الله هذه الرحله كانت ممتعه وكذا، نتمنوا ان الفيديو اللي درناه لكم يعجبكم، ما تنساوناش بالبارطاج والاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله الى رحله قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. سي هشام كلمه اخيره من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كانت خرجة في مستوى مع إخوة كرام، الحمد لله إخوة في مستوى وإخوة يعني كل واحد عارف الدور دياله، وكين استمتعنا الحمد لله في هذه الليلة يوم وليلة، وحنا اليوم إن شاء الله اليوم التالي ضالين في هذا البحر هذا اللي هو يعني كين الهدوء كين مكان جميل، وأنا في الحمد لله وتنشكروا الاخوات ونتمنوا من الله عز وجل يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والاخره، وجزاكم الله خيرا. عليك الكلمه السي ابراهيم الزعيم.
الصراحه ما غاديش نضيف شي حاجه كثيره على كلامكم، كلشي راه كان واضح تفصيل، ولكن غادي نقول لكم جيتو مع اللقطه الاخرانيه ديال البراده، هادشي اللي شاط فيه. تبارك الله عندنا هنا ما شاء الله التماسيح، والله يجعل البركه والى لقاء قادم. كلمه لاسامه. يلا السلم كمل، تفضل قول قول كلمه اخيره. كلمه اخيره الله يعاونكم. صافي يلا سيدي مرحبا حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.